بكم من جديد. الآن ننتقل إلى فقرة حول آخر المستجدات في وكالات الأخبار العربية والدولية مع الزميل محمد بهاء مراسل إكسترا نيوز. محمد طبعا بهاء طبعا برحب بيك وإليك الكلمة. تحياتي لك إيمان وتحياتي بالطبع للسادة مشاهدي إكسترا نيوز في هذه الجولة الصباحية لأبرز ما تناولته الوكالات العربية والدولية من أخبار. والبداية مشاهدينا الكرام مع وكالة رويترز للأنباء العالمية والتي أوردت هذا الخبر بعنوان: زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يطلب من وزراء حزبه الاستقالة. وجاء في متن هذا الخبر: قال سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية المسيحي الماروني أنه طلب من وزراء حزبه الاستقالة من الحكومة، مما يضع المزيد من الضغط على رئيس الحكومة سعد الحريري في خضم احتجاجات واسعة النطاق. وقال جعجع في كلمة نقلتها قناة الجديد التلفزيونية إن حزبه الذي يضم 4 وزراء خلص إلى أن الحكومة عاجزة عن حل الأزمة الاقتصادية بالبلاد، ويدعو إلى تشكيل حكومة جديدة. ولازلنا مع وكالة رويترز للأنباء العالمية مشاهدين الكرام، والتي تناولت هذا الخبر بعنوان: شرطة أذربيجان تطلق سراح زعيم المعارضة. قال حزب الجبهة الشعبية المعارض الرئيسي في أذربيجان على مواقع التواصل الاجتماعي إن الشرطة أطلقت سراح زعيمه علي كريملي بعد احتجازه لساعات. وكانت الشرطة احتجزت كريملي وعشرات المحتجين عند بدء تجمع كان مقررا تنظيمه احتجاجا على انخفاض الرواتب والفساد وللمطالبة بالديمقراطية في البلد الغني بالطاقة والذي كان إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الشرطة أطلقت سراح آخرين. وعبر المحتجون عن مجموعة واسعة من المطالب، منها زيادة رواتب موظفي الدولة وإجراء انتخابات نزيهة ومستقلة في هذا البلد. وتشكو جماعات حقوق الإنسان وحكومات غربية منذ أبد بعيد من افتقار أذربيجان للشفافية. وقال كريملي للصحفيين قبل اعتقاله إن نحو 50 شخصا معظمهم من منظمي تجمع يوم السبت احتجزوا بالفعل خلال الأيام الماضية. وأضاف: نطالب بحماية حقوقنا الدستورية وحرياتنا، لسنا خائفين من هذه الحكومة وسنكافح حتى النهاية. وكالة الأنباء الفرنسية مشاهدين الكرام، والتي أوردت هذا الخبر بعنوان: عشرات الآلاف يتظاهرون في لبنان لليوم الثالث ضد الطبقة السياسية. تظاهر عشرات الآلاف من اللبنانيين لليوم الثالث احتجاجا على فشل السلطات في إدارة الأزمة الاقتصادية في وقت تبادلت القوى السياسية الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور الوضع. وتشهد العاصمة ومناطق عدة منذ الخميس حراكا جامعا لم يستثني منطقة أو حزبا أو طائفة أو زعيما في تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا لتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة في وقت لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة. وبعد تظاهرات حاشدة ليلا
تخلل بعضها أعمال شغب واعتقالات، عاد اللبنانيون إلى الشارع وتجمع عشرات الآلاف أمام مقر الحكومة في وسط بيروت وحملوا الأعلام اللبنانية وهتفوا ثورة ثورة والشعب يريد إسقاط النظام. وأقدم شبان على قطع طرق رئيسية عدة. ومساء السبت أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة، وقال في مؤتمر صحفي عقده شمال بيروت: توصلنا إلى قناعة أن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي المتفاقم. وفور سماعهم خبر استقالة الوزراء احتفل المتظاهرون في وسط بيروت مطالبين باستقالة باقي الكتل السياسية. ولازلنا مشاهدين الكرام مع وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس، والتي أوردت هذا الخبر بعنوان: رئيس الوزراء البريطاني يسعى لإرجاء جديد لبريكسيت بعد إلزامه بذلك من قبل مجلس العموم. بعث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مكرها برسالة إلى بروكسل يطلب فيها إرجاء موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بعد إقرار مجلس العموم البريطاني السبت تعديلا يلزم الحكومة التفاوض مع بروكسل حول تمديد جديد لمهلة بريكسيت. لكن جونسون الذي تعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 من أكتوبر رفض توقيع الرسالة التي بعث بها إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك وتتضمن الطلب. والزعيم المحافظ مجبر وفق القانون على إرسال الطلب، لكنه بعث برسالة أخرى موقعة تظهر بوضوح أنه لا يريد إرجاء بريكسيت إلى ما بعد نهاية هذا الشهر. وقال توسك عبر تويتر: طلب تمديد المهلة وصل، سأبدأ الآن استشارة قادة الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد. واتجهت الأنظار إلى قصر وستمنستر حيث التأم مجلس العموم في جلسة تاريخية هي الأولى التي تعقد منذ حرب فوكلاند قبل 37 عام للتصويت على الاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة قبل مفاوضات شاقة بين لندن وبروكسل. لكن بدلا من التصويت على الاتفاق أقر النواب تعديلا يتيح لهم مزيدا من الوقت لمناقشة النص والتصويت عليه من دون المخاطرة بحصول بريكسيت بدون اتفاق. وبأغلبية 322 صوتا مقابل 302 وافق النواب على التعديل الذي قدمه النائب أوليفر لتوين، والذي ينص على أنه في حال لم تتم المصادقة رسميا على الاتفاق فإن هذا الأمر يفعل بشكل تلقائي قانونا سبق أن أقره البرلمان يلزم رئيس الوزراء أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد بريكسيت 3 أشهر. ولازلنا مشاهدين الكرام مع أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخبر تناولته وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس بعنوان: القادة الأوروبيون أمام اتخاذ قرار بشأن طلب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إرجاء بريكسيت. وجاء في متن هذا الخبر:
أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أن الحكومة البريطانية أرسلت لقادة الاتحاد الأوروبي طلبا لتأجيل موعد خروجها من التكتل. وقال تاسك عبر تويتر: طلب تمديد المهلة وصل، سأبدأ الآن استشارة قادة الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد، في إشارة إلى رسالة أجبر مجلس العموم البريطاني رئيس الحكومة بوريس جونسون على إرسالها. ويصر جونسون على أنه لا يريد تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد المهلة النهائية في 31 من أكتوبر، ويقول أنه لن يفاوض بروكسل للقيام بذلك. لكن بعد فشله السبت في تأمين الدعم في مجلس العموم للاتفاق الذي توصل إليه مع الأوروبيين، كان مجبرا بحكم القانون البريطاني على إرسال رسالة يطلب فيها تمديد مهلة الخروج حتى 31 من يناير كانون الثاني عام 2020، بينما يعمل النواب على تشريعات بريكسيت. ويعود الآن القرار حول الطلب إلى زعماء الاتحاد الأوروبي 27 الآخرين، لكن مهمة توسك كرئيس للمجلس الأوروبي ستكون جمع وجهات نظرهم، وقد يدعو إلى عقد قمة خاصة للموافقة على تمديد المهلة. ويعتقد بعض دبلوماسي الاتحاد الأوروبي أنه يمكن اتخاذ قرار من خلال القنوات الدبلوماسية وإصداره من بروكسل، لكن في الحالتين مشاورات توسك قد تستغرق بضعة أيام، كما أفاد مصدر الاتحاد الأوروبي لفرانس بريس. وإلى وكالة الأنباء السعودية واس مشاهدين الكرام، والتي تناولت هذا الخبر بعنوان: بحث التعاون بين اليمن والنمسا في مجال الإرهاب والجريمة. بحث نائب وزير الداخلية اليمني اللواء علي ناصر لخشع مع نظيره النمساوي فليهلم سندريس إمكانية تبادل المعلومات بين البلدين في مجال الإرهاب والجريمة. وأعرب لخشع بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن تطلع الجانب اليمني للاستفادة من تجربة النمسا في مجال بناء قدرات الأجهزة الأمنية، وبما يساعد اليمن في مواجهة ظاهرة الإرهاب والحد من تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية. من جانبه أكد المسؤول النمساوي اهتمام بلاده بتبادل المعلومات مع اليمن في مجالات الإرهاب والهجرة غير الشرعية. ومن وكالة الأنباء السعودية إلى وكالة أنباء البحرين، والتي أوردت هذا الخبر مشاهدين الكرام: مصرع 7 أشخاص إثر حريق منزل بروسيا. لقي 7 أشخاص بينهم 5 أطفال مصرعهم اليوم إثر اندلاع حريق في منزل في مدينة روستوف الروسية. وقالت السلطات الروسية أنه لم يتضح بعد السبب وراء اندلاع الحريق في المبنى المكون من طابقين، مؤكدة تعرض الطابق العلوي من المبنى للتدمير بشكل كامل. وأوضحت وزارة الدفاع المدني الروسية أن الشخصين البالغين قد لقيا حتفهما حينما انتشرت النيران على الدرج، وقد تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ 10 أشخاص من المبنى المحترق. Thank you.
وإلى وكالة أنباء السودان مشاهدين الكرام، والتي تناولت هذا الخبر بعنوان: صندوق النقد الدولي يؤكد على أن ديون الدول الإفريقية جنوبي الصحراء مستقرة. قال صندوق النقد الدولي إن الدين العام في الدول الإفريقية الواقعة جنوبي الصحراء يستقر، لكن اقتصادات المنطقة تواجه رياحا معاكسة متزايدة، لأن تباطؤ النمو العالمي سيؤثر على الصادرات. وحذر صندوق النقد في السابق من تزايد عبء ديون القارة، وهو إلى حد كبير نتيجة للاقتراض لسد عجز متسع في الميزانية في الدول المنتجة للمعادن والنفط في أعقاب هبوط أسعار السلع الأساسية. وفي توقعاته الاقتصادية للمنطقة، قال صندوق النقد إن الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي استقر عند حوالي 55% في المتوسط. وقال أبيبي أمرو سيلاسي مدير إدارة إفريقيا بصندوق النقد: ما نراه بشكل عام في المنطقة هو أن مستويات الدين تبدأ بالاستقرار إلى حد كبير. وإلى آخر أخبار جولتنا الصباحية مشاهدين الكرام، والذي يأتيكم من وكالة الأنباء الليبية، وهذا الخبر بعنوان: الكونغرس الأمريكي يدرس مشروع قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا. بدأ الكونغرس الأمريكي في دراسة مشروع قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا لتوضيح سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا ودفع حل دبلوماسي للنزاع في ليبيا ودعم الشعب الليبي. مشروع القانون تقدم به 4 من أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث نشره عضو الكونغرس ديوتش على موقعه الإلكتروني. وجاء مشروع القانون في 33 صفحة وثلاثة محاور رئيسية حول تحديد التحديات التي تواجه الاستقرار في ليبيا وإجراءات لمعالجة التدخل الأجنبي في ليبيا ومساعدة ليبيا. مشاهدينا الكرام، كانت هذه جولة لأبرز وأهم الأخبار التي تناولتها الوكالات الدولية والعربية. أشكركم على كرم المتابعة. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى إلى استوديو أكسترا نيوز.